جاء واعظ كده يوعظ، ما عرفوش، عنده 8 سنين، عيل صغير، وقدم رسالة الإنجيل، وأنا قاعد حسيت أنا خاطي، 8 سنين خاطي، وبعمل بلاوي بس في السر، ومحتاج المسيح ده اللي بيتكلم عنه، محتاج الدم ده اللي يطهر، محتاج الحب ده اللي يشبعني. كلنا كغنم ضلال. القصة الثاني هو شيء رائع والغير متوقع، ده اختياركم يا بشر، وبتتحملوا أجرة ونتيجة ما فعلتوه، ما يزرعه الإنسان إياه ربنا لم يظلمنا في شيء. أنت بار في كل طرقك ورحيم في كل أعمالك، نذنبنا وخطأنا وعملنا الشر، النبي يقول كده، ونحن حصدنا ما زرعناه، اللي حصل لنا ده عمايلنا السوداء. لكن هو أب محب، والبشرية دي لولاده، أنت بنته وأنت ابنه، ومهما عملتي بنته، ومهما عملت ابنه، ولأنه إله الحب يحمل المستحيل والذي لا يخطر على عقل بشر ليسترجعك، ليسترجعك، ليردك، ليخلصك، لينجيك. جالي مرة شاب يحاورني وناقشني في المكتب، الشاب صغير لكن يعني رجل كده في الثلاثينات، شاب يعني بالنسبة لي دلوقتي لغاية الخمسين شباب، ف يعني فقال لي يعني موضوع ان ربنا يتجسد ويجي دي يعني مش واسعة شوية يعني، معقول؟ الإله الخالق العظيم الجبار الموهوب يعني يبقى إنسان، معقول الكلام ده؟ قلت له خلينا لو نسأل السؤال، يقدر ولا ما يقدرش؟ هل الخالق يستطيع أن يتجسد ويلبس جسم البشرية اللي صنعه للبشر ولا ما يقدرش؟ قال لي ما أقدرش أقول لك ما يقدرش، وإلا يبقى غير قادر على كل شيء وأبقى مجدف. يقدر، تلي حلو قوي. فمن حيث يقدر، يقدر. السؤال يعوز ولا لا؟ السؤال في ضرورة ولا لا؟ ولو الضرورة دي موجودة يعملها ولا ما استهلش؟ يبقى ده السؤال الثاني، في ضرورة ولا ما فيش؟ ولو في ضرورة والضرورة دي تتعلق بحياتي وأبديتي، يعملها ولا ما يعملها؟ هو يقدر، بس يعوز ولا لأ، ولازم ولا لأ، الأصعب يعوز ولا لأ. لو هو إله الحب يعوز،